ياسين ظهر لي المنتخب من سنة ديما نلقى صعوبات مع ليبيا، اليوم نتيجة ظهر لي قنا بالمرتاح ربحناها. الحمد لله اليوم كونسنتري 100%، كنا عرفنا المنتخب الليبي مش منتخب سهل، ماهوش تاع العامين التاليين، دونك هبطنا 100% مركزين في التيران، عملنا اللي علينا والكره مشات معنا اليوم. ان شاء الله ناخذ البوزيتيف من الماتش هذايا ونحاولوا نصلحوا اكيد النيجاتيف اللي عملناه. ماتش ليبيا في رادس اليوم تسكر ماشي غادي، ماتش صعيب تالتون كاليتي اخرى نتاع المنتخب الليبي غادي، ان شاء الله باش نيغوسيو ماتش وين نروحوا بالكاليفيكاسيون ان شاء الله من غادي. ياسين من الكوب دي موند بعد مع اسبيرونس اليوم كيف كيف قاعد ترجع في الفورمه، ايضا رجعت حتى المستوى اللي نعرفوك به. الحمد لله واحد يخدم على روحه، كله توفيق من عند ربي. اكيد فما ديو دي با في الكوره، مي البلوز امبورتون كي تجي شوت ما تجيش مده طويله. الحمد لله قاعد نرجع بشويه بشويه بعد الكروازيه، قاعد نتعلم من الاخطاء اللي عملتها من قبل، ان شاء الله نخدم على روحي، ان شاء الله نحسن من روحي ان شاء الله. الحمد لله اليوم فاصله اليوم ما خليتوش. الحمد لله صاحبي وخويا نجا له تحيه، مي مكتعرف ليكيب ناسيونال تقعد ليكيب ناسيونال.